بس انا في عندي ابلكيشن باخذ لك صوره فيها وهذه الصوره بتطلع ايه ابدا منك حلوه. هلا المطلوب اذا بدك تقبلي التحدي بصورك اياها بتشوفيها ببعث لك اياها على تليفونك بدك تنزليها بوست أكيد ما بتحكي شيء ابدا عن الصوره الا لتطلع الحلقه على الام تي في 7 ميرا اكيد لا اكيد لا انا حلوه كيف ما كنت وماني بحاجه اكيد لا مانك بحاجه للابلكيشن لا ليه فجأة ليه فجأة دبت فيها الشهادة؟ أنا رح صورك الصورة قبلتي يعني مع أساس هالبروفيل أحلى من هالبروفيل وفي سمات رح صور صورة ل ميرا قدامكم ميرا طفيلة وهيدي ما تنزلها يا أنيا 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 أكيد رح تنزلها ما أوعى تنزلها كثير حلوة الصورة ميرا انا محلك بين النظر عشانك ياخذ فوز بعد ما بعرف هلا انا مع الصبايا ما بدي بعت على ميرا كثير سوسايد يعني رح نشوفها شو عم تعملوا رح نشوفها على تليفوني اوعى كرسي شباب شباب انا محلك ما بنزل كل شيء يلا عم نمزح يلا 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 لمحله طلع لك صوره او ماي جاد او ماي جاد اوعى تنزلي هيك تشوف الكاميرا اللي هي موجوده هون او ماي جاد اوعى انا محلك ما بنزل ميرا الطفيلة قبلة التحدي زقف كبير لها تاخذ علامه فرجيك خليني ارجع اشوفها انا شو هيدي هلا هيدي بدك تنزليها تنشوف ميرا رح تخسرك فولورز رح تخسرك فولورز اهم شيء الجمال الداخلي العالم بدها تنزل البوست هلا بدها تحط الصوره العالم رح تزيد عن الوعي ميرا ما بكتب الكارير عن الصوره ابدا مستقبل ميرا بتحبوا نكتب ما بتكتبي شيء بتقولي الصوره قولي هيدي انا على طبيعتي I woke up like this. أبداً. I woke up like this. حلو. No filter. سمعتي جاك شو No filter. في بعدين محية يعني معلش بعد الحلقة. هاشتاج No filter. بس شباب بدي أقول شغلة ميرا كل الموجودين والمشاهدين كلنا بنشجعك على الشجاعة اللي عندك إياها. Yes. Yes. والقلب الأول يلي نزلتها. ميرا بتخيلي هلا بوست بعد البريك رح نكمل نحن وياكم بس